بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات، والطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، وفي فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وكمان السواحل الشمالية الشرقية. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. برحب بيكي، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وانحسار لكمان سقوط الأمطار. بالفعل احنا بداية من اليوم هنبدأ نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية. تبدأ درجات الحرارة ترتفع خاصة فترة النهار بحوالي من درجتين لثلاث درجات. مصادر الكتل الهوائية تبدأ تختلف وتكون قادمة من على المناطق الصحراوية، فبالتالي هنبدأ نحس بارتفاع درجات الحرارة، زيادة فترات سطوع أشعة الشمس على أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية. فرص الأمطار كمان هتبدأ تنحصر في مناطق معينة وهتكون غير مؤثرة تماما. فاليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع تكون 18 درجة مئوية خلال فترة النهار، يمكن كمان مع الأيام القادمة توصل ل 21 درجة مئوية. فإحنا اليوم هنحس بالاعتدال في الأحوال الجوية خلال فترة النهار على أغلب المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد. أجواء مائلة للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون خلال فترة النهار، خاصة زي ما قلنا في الأول في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس هي اللي هتحسسنا بالدفء والاستقرار. لكن خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس هتغيب هنبدأ نشعر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. الانخفاض ده هيكون ملحوظ أكتر فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، رغم أن درجات الحرارة خلال فترة الليل هتبدأ تتحسن نوعا ما، إلا أن أجواء تبدأ تكون أجواء شديدة البرودة على أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية، لأن الصغرى فترة الليل هتبدأ تسجل درجات حرارة ما بين 10 وال 11 درجة مئوية خلال فترة الليل على القاهرة الكبرى. لسه الأجواء منخفضة خلال فترة الليل. بالإضافة كمان مع الاستقرار في الأحوال الجوية هتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هو تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. كمان اليوم احنا قلنا فرص الأمطار هتنحصر فقط في السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وهي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية ممكن نلاحظها في أماكن والأماكن الأخرى لا. إن شاء الله زي ما قلنا في الأول كمان متوقع أن استمر الأجواء الدافية والاستقرار في الأحوال الجوية على مدار الأسبوع القادم. هيكون في نشاط نسبي للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة، هنحس بيه أكتر فترة المساء، وده هيخلينا نحس فقط بالأجواء اللي نقدر نقول الشتوية وانخفاض درجات الحرارة فترة المساء، لكن ما فيش منه أي تأثير بأتربة ورمال مسارة. عشان كده هنبدأ ننصح كل السادة المشاهدين مش عاوزين ننخدع بفترة الدفء وسطوع أشعة الشمس والاستقرار في الأحوال الجوية ونغير نوعية الملابس، لأن فترات الليل هتظل الأجواء فيها منخفضة وفيها أجواء شديدة البرودة. أن تستدي الملابس شتوية ثقيلة خاصة فترة الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، تكون القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق أثناء تكون الشبورة المائية. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 18 والصغرى 10، العاصمة الإدارية العظمى فيها 18 والصغرى 9، اسكندرية 18 11، العلمين الجديدة 18 10، مطروح 18 10، دمياط 18 11، بورسعيد 18 10، الإسماعيلية 19-8، السويس العظمى فيها 18 والصغرى 8، العريش 18-9، كاترين 12-2، طابة 20-10، حلايب 21-14، شلاتين 25-13، شرم الشيخ 22-12، الغردقة 22-12، الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 6، بني سويف 19-6، الوادي الجديد 21-7، أسيوط 20-6، سوهاج 21-6،
قنا 22/7، الأقصر 23/7، وأخيرا أسوان العظمى فيها 24 والصغرى 8. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وتوصيات هيئة الأرصاد الجوية اللي قالت إنه في ارتفاع من درجتين لثلاثة في درجات الحرارة، لكن في شبورة مائية ممكن تبقى كثيفة ممكن تأثر على الرؤية الأفقية لينا. ناخد بالنا على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، في انحسار للأمطار، فمفيش قلق من موضوع الأمطار ولا غيره. وترجعوا بيوتكم بألف سلامة، وتروحوا كمان أشغالكم بألف سلامة مرة تانية. نرجع لشاذلي وجمانة نكمل معاهم باقي فقرتنا. شكرا لك يا رامي. شكرا جزيلا.